ازيكم يا مواليد برج الميزان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الميزان ليوم الثلاث 7 ديسمبر كانون الاول 2021. قد تشعر ان لديك طاقة اليوم اكثر مما تتمتع به عادة، سواء كانت المهام المقبلة تتطلب قوة بدنية أو حدة ذهنية، تعامل معها بثقة وتأتي الأشياء بسهولة ويسر لك، ويمكنك إنجاز الكثير. خذ القليل من هذا الوقت المليء بالحيوية للتواصل الاجتماعي مع صديق أو الانخراط في هواياتك المفضلة. ليست هناك حاجة لتوجيه كل ذلك إلى الأمور الجادة. بالنسبة ليك عاطفيا، ستجد نفسك في موقف تبدأ فيه بالشعور بأنك في بيتك مع شريكك الحالي أو المرتقب، لأنه بمجرد أن تتاح لك الفرصة لهم لفهم ما يجعلهم يشعرون بالأمان على مستوى عميق جدا، قد تدرك أخيرا شيئا يساعدك على رؤيتك تكافح إنسانيتك وضعفهم الحقيقي. هذه رؤية ثمينة جدا، لذا احتفظ بها معك دائما. بالنسبة ليك مهنيا، ستشعر بالسحب المزعجة للواقع الذي يخبرك بأنك ستكون أكثر عملية مع أفكارك اليوم، وهذه ليست فكرة سيئة. ستندهش مما تجده عندما تأخذ الوقت الكافي لتكون أكثر واقعية وتفكر في فكرة حتى نهايتها. أحيي حبك للعالم اليوم. بالنسبة ليك صحيا، عندما تجد ما يجعلك سعيدا من السهل الاستمرار في ذلك. إذا لم تجد ما يجعلك سعيدا، فمن المهم أن تستمر في محاولة اكتشاف ما هو عليه. أسهل طريقة للشعور بالصيام الجيد هي شرب الكثير من المياه. في غضون أيام قليلة فقط ستشعر بالتأثر في حركة الأمعاء والجلد، وفي قدرتك على تناول الكميات أقل من الطعام والحصول على المزيد من الطاقة. إذا أضفت عادات هذه إلى حياتك، فستبدأ في رفاهيتك العامة في التحول تدريجيا. اليوم حركة الكواكب، سيتجول عطارد في القوس مع نبتون في برج الحوت، ويمكن أن يتسبب هذه الطاقات معا في حدوث ارتباك، لأننا غير متأكدين مما نحتاج إلى الاعتماد عليه والعمل عليه. على الرغم من أننا نريد الانتقال إلى مكان آخر أكثر واقعية، إلا أنه قد يكون صعبا لأننا لا نريد التخلي عن آرائنا الروحية. لن يكون إيجاد التوازن أمرا سهلا، لكنه مهم لمستقبلنا. قد يكون رأسك في الغيوم، وربما كنت تكافح من أجل البقاء على الأرض مؤخرا. هذا شعور يتفاقم بسبب المربع. حاول التأمل للحفاظ على تركيزك وعلى الحاضر، وتجنب القلق بشأن الأشياء التي لم تحدث بعد. يمكن أن يساعدك هذا في جعلك أكثر اتزانا الآن. ولذلك المريخ في برج العقرب يربح مع كوكب المشتري في برج الدلو الليلة. العثور على مكان هو أمر صعب للغاية، حتى بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بروح المغامرة والحكمة، والتي يتم تنشيطها من خلال جانب المريخ والمشتري. استخدم طاقة الدلو القمرية للسماح لنفسك بالتواصل مع أسلافك، سيكون شفاء جدا، ويسمح لك برج الدلو بالعثور على المكان والمساحة التي تنتمي إليها بالكامل، وتتوافق مع روابطك العائلية بالإضافة إلى الكون، والتي ستثبت أنها داعمة عاطفيا بالنسبة ليك. وبكذا بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم.